ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبل، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. معرض الرسم. كما تريان، الرسم هو تعبير عن ما في أعماق الفنان، وأنا لدي الكثير أعبر عنه. حسناً، انتهى الحفل، وقت الامتحان. الأشياء مخيفة جداً، ترى ما هي؟ لا عليك يا أوبل، إنه إنه فن يا صوفي، من أجل مسابقة الرسم. هل تعني أنك ستضع اسمك على هذا الشيء؟ ليس بعد، جميع اللوحات ستشارك بلا اسماء لحين إعلان الفائز. السيد بامغارنر يقول إنني موهوب. نعم موهوب، لكن هل هناك علاج؟ أحتاج هؤلاء الرفاق، لذا كف عن تعطيلهم بهذه التفاهات. الفن ليس تفاهة. لماذا أحاول؟ تشانغ، أعطني مفك البراغي. لا أستطيع يا سيدي، سأساعد بامغارنر في معرض الرسم. الرسم؟ مضيعة للوقت، لا أعرف لماذا هناك قسم للرسم في المدرسة. لا أتوقع منك أن تفهم الأمر، أنت مجرد عالم. مجرد عالم؟ هل تعلم أنني فزت في عرض المدرسة السنوي للرسم غير المتحيز في سن التاسعة؟ مجرد عالم، سنرى. هذا يكفي، أنا أميرة، لن أجري بعد الآن. بضع دقائق أخرى فقط لأعرف إذا كان الإرهاق يؤثر على نظام مناعتكم. انظروا إلى تحفتي الفنية. طبح الكيل. تحفتي الفنية. لا تقلق، سنصلحها. كفى جميعا، فقط انظروا إليها. إنها مثيرة للاهتمام. هل تعتقدين هذا؟ نعم، هذا يؤكد أنه حتى عند درجة الإرهاق يعمل جهاز مناعتهم بشكل ممتاز. ماذا؟ لوحتي فسدت وأنت لا تفكرين سوى في العلم الأحمق. شكرا حقا يا رفاق، دمرتم مستقبلي. هكذا فرغت من تحفتي الفنية، والآن أخذها إلى المعرض كي ينبهر العالم بروعتها. بينما أعود لعمل الهام، هذا المتعقب لن يستشعر بوجود الكائنات فحسب، بل سيساعدني أيضا على الإمساك بهم. لن يستطيع أحد خداعي. كان هذا خطأك بلا شك. الوداع يا مستقبل الفن المبهر، لن يعرف أحد الأشياء الرائعة التي بداخلي. هذا خطأنا جميعا. أعرف كيف نصلح الأمر. أسفة بشأن لوحتك، أعرف أنك بذلت مجهودا كبيرا. هذا صحيح، لم أعد أشعر بأصابعي. أعني أرى ذلك. أنا لا ألومك، لقد كان حادثا، أنا لست رساما. فريد، نحن عالمان ووالدان عالمان، إنه في دمائنا، إنه مستقبلنا. ربما. نعم، واجبنا أن نعمل بدون تقدير من أجل صالح العالم، من أجل مستقبل. فهمت، هيا نقم بمهام العلوم. تقريبا. هيا يا مجنون. التهم جائع الكثير من الإطلاق. حسناً، ستشارك لوحة فريد في العرض. ستسعد صوفي أننا أصلحنا المشكلة، سنحصل على شكر كبير. أعتقد أننا ننضج بالفعل. ماذا فعلتم؟ هل تعرفون معنى هذا؟ نعم، سيظن الجميع أنني لا أجيد الرسم. لا، إذا ذهب بروفيسور المبتكر إلى معرض الرسم ولمس تلك اللوحة سيصاب بتشنج، يجب أن نستعيدها. حسناً، هل فاتتني فقرة الشكر؟ أوه، لدينا في المدرسة زملاء غريب الأطوار. ها هي هناك. إنها قبيحة، لحسن الحظ لم أضع اسمي عليها. أعتذر لكما، قررت وضع أعمال الشخصية التي لا تقدر بالثمن، لذا يجب أن أخذ احتياطاتي كي أمنع السرقة. تمنع سرقة هذه؟ كيف أساعدكما؟
جئنا كي نستعد لوحتنا. أنت حقا المسؤولة عن هذا؟ نعم أنا بطريقة ما. أنت يا عزيزتي عبقرية، لوحتك معبرة جدا، عميقة، مليئة بالأفكار، أحببتها. شكرا. بام غارنر، جئت أرى أين سيتم تعليق التحفة الفنية. هذه اللوحة، كنت أفكر في القمامة في الخارج. نعم أعرف كيف سيضيف الضوء الطبيعي. انتظر، ماذا؟ دعني أريك الآن تحفة فنية بحق. هذا التقليد السيء، ما الرائع في هذه اللوحة؟ سأعالج ظهرك بالقوة. ما حدث الآن له معنى واحد فقط، سكان الجرار، من رسم هذه؟ لا أستطيع أن أخبرك، ليس بعد، سنكشف التفاصيل في نهاية المعرض. حسناً، سأشتريها، أخبرني بسعرها. شانغ، أعطني النقود. وكأنني سأقبل نقوداً من شخص جاهل مثلك. ماذا عن الحشرات النادرة؟ أعرف من يساعدنا. لا، يجب أن نحصل على تلك اللوحة. لا أصدق أنك ادعيت رسم تلك اللوحة. لم ترد أن يعرف أحد أنها لوحتك، كنت أساعدك. لا، يجب أن تبدو مثل الأخرى، يجب أن تكون عبقرية. ما الذي حدث لك؟ تكرهين الرسم وتكرهين السرقة. وصفني بالعبقرية، هل وصفني أحد بالعبقرية عندما حللت معضلة نيوتن حول الجسيمات؟ أحتاج تقدير السرعة ومسار الحركة. اضرب الكرة فحسب يا صوفي. لا أحد يمتدح إنجازاتي العلمية أبداً، ربما يجب أن أكون رسام. مديح؟ ماذا حدث لكي نجتهد دون شهرة؟ وماذا سيحدث عندما يعرفون ما الذي يجعل فنك متميزاً؟ أنت محق، فيما كنت أفكر، يجب أن نستعيد تلك اللوحة. الليلة تحت ستار الظلام، سندخل من السطح. تعتمد هذه الخطة على تعاوننا كفريق. سيكون الباقي سهلا جدا، هذا تعبير اخترعته الآن. لا أعتقد أنه من اختراعك يا سيدي. إلى مواقعكم. السجق مع الضرب. هب 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 هب. فئران، تعيش الفئران في الأعماق. لا، فئران حقيقية. شانغ، عد إلى هنا إذا أردت إتمام مهمة ما. كان يجب أن أصلح هذا. حسناً يا باركا، تعرف ماذا ستفعل. عينتي الصغيرة، ها أنت هنا. ماذا يجري هنا؟ أوبل، وجدتك. ما هذا؟ أحد سكان الجرار هنا. حسناً، لنحافظ على هدوئنا. نهدأ. حسناً، أوبل ستموت. أين أنت يا صديقي العزيز؟ أعرف أنك هنا. هذا كله خطأ شانغ. لقد أخذ اللوحة. شكراً باركا، أنت ماهر في التقاطي. المهمة قد تمت، حان الوقت لتعليقها. فلندون هذا في الكتاب، وأعتذر عن تصرفي مرة بحماقة. أي مرة؟ يجب أن تكوني محددة. في الواقع
ما كنت لأنجح بدونك، تعرف. مؤثر جدا، مثل نهاية سجق جميل. نحتاج إليك لأنك عبقرية. آسفة، بما وصفتني الآن؟ سمعتيني. هل يسمعني أحد؟ أوه، لا أصدق، إنه تركيب فني عصري جدا. أنزل الآن. هذا يثبت تماما أن ما نقدمه للعالم يعود إلينا، ثم يدور ويدور ويدور.